لو أول مرة تشوفنا ياريت تشترك في القناة وتفعل جرس الإشعارات على الكل علشان يوصلك إشعارات بكل الدروس الجديدة بتاعتنا أول بأول. طبعا احنا بنشرح كل المناهج الجديدة الخاصة بالمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية كمان إن شاء الله. عندنا زي ما احنا شايفين في الفيديوهات قوائم التشغيل، وطبعا لما تفتح القناة بتاعتنا هتلاقي قوائم التشغيل الخاصة بكل مرحلة متقسمة لوحدها، تقدر توصل لأي فيديو بسهولة. وما تنساش تتابعنا على صفحتنا والمجموعة بتاعتنا على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت برايمري 4 الصف الرابع الابتدائي ترم 1 الترم الاول، ولسه بنكمل مع بعض شرح يونت 1 I feel good. I feel good او انا اشعر بانني بخير. والنهاردة هنشرح مع بعض lesson 3 health problems. health problems او المشاكل الصحية، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت هنشرح جزء من الجرامر المهم جدا لينا في منهج كونكت 4 او الصف الرابع الابتدائي. واول حاجة هناخدها النهاردة هناخد جزء كل حلقة مع شرح الدروس بتاعتنا. النهاردة هناخد مراجعة سريعة على present simple او زمن المضارع البسيط. طبعا هو بيتكون من اول حاجة ال subject او الضمير اللي هو he و she و it او I و we و you و they. في حالة he و she و it، ودايما he و she و it بيكون ليهم حالة خاصة في كل ال verbs او كل الافعال. اول حاجة بيجي بعد منهم الفيرب او الفعل، بنحط بعد منه اس او اي اس. بنحط الاي اس في حالة واحدة بس، لو الفيرب بينتهي بحرف الاو او الاكس او الاس اس او الاس او السي اتش او الاس اتش. لو ما بينتهيش بحرف من الحروف دي بنحط له حرف الاس، وهنا بنعبر عن زمن المضارع البسيط. المضارع البسيط يا اصحابي بنتكلم فيه عن حاجة بتحصل كل يوم، حاجة بتحصل بشكل عادي، حاجة بتحصل بشكل مستمر كل يوم كل ساعة كل سنة كل أسبوع كل شهر، أو مثلا عن حقيقة علمية حاجة مؤكد حدوثها، زي مثلا إن الشمس بتطلع كل يوم، زي مثلا إن درجة حرارة المية 100 درجة مئوية وهكذا. فالمضارع البسيط أو الـ present simple هو زمن بنعبر بيه عن حاجة بتحصل بشكل مستمر كل يوم كل ساعة كل أسبوع كل شهر. وزي ما قلنا أول حاجة بيكون السبجكت أو الضمير، لو عندنا هي أو شي أو إت، الفيرب اللي بيجي بعد منهم بيجي بإس أو بإي إس. زي ما قلنا الإي إس ليها الحالة بتاعتها بتيجي مع الأفعال اللي بتنتهي بحرف من الحروف دي. وزي ما شايفين قدامنا في بعض الأمثلة هي helps، help طبعا ما بينتهيش بأي حرف من الحروف دي فحطينا إس على طول. he helps his parents، يبقى هو دايما بيساعد بابا ومامته بشكل معتاد كل وقت. she helps her parents، هي بتساعد باباها ومامتها على طول. it sleeps a lot، it sleeps a lot. it طبعا دي ضمير هو او هي الغير العاقل لو بنتكلم عن dog او عن cat او عن جماد مثلا زي car chair building. فهنا it sleeps يبقى بنتكلم عن حيوان، بنتكلم مثلا عن الكلب او القطة. a lot يبقى هو او هي الغير العاقل بينام كتير، يبقى هو بالمعتاد بتاعه او في العادي بتاعه على طول يعني بينام كتير. علي او سالي climbs a rock، علي او سالي طبعا بيتسلقوا الصخرة. ده في حالة هي وشي وات. طب لو بقيت الضمائر I و we و you و they، دي طبعا بيجي بعد منهم الفيرب زي ما هو في المصدر، وبالتالي ما بيحصلش اي تغيير في شكل الفعل وفي شكل الجملة. زي مثلا لما اجي اقول I help my parents، انا بساعد بابايا ومامتي. we help our parents، احنا بنساعد بابانا ومامتنا. they help their parents، هم بيساعدوا باباهم ومامتهم. you get up early، you get up early انت بتستيقظ مبكرا، يبقى انت في المعتاد بتاعك
بتصحى مبكرا. طيب في النيجاتيف او في النفي بيحصل ايه؟ مع هي وشي وات بنحط doesn't للنفي، يبقى هي doesn't وبيجي بعد منها الفيرب في المصدر go. خلاص هنا مش هنحط لا اس ولا اي اس. طب لو ما كانش doesn't دي موجوده وقلنا هو بيروح المدرسه كل يوم، يبقى هنحط هنا اس ولا اي اس بعد go؟ شاطرين، هنحط اي اس لان go بتنتهي ب o، فهنحط لها اي اس، يبقى he goes to school، هو دايما بيروح المدرسه. طب لو عايز اقول ان هو ما بيروحش المدرسه بقول ايه؟ he doesn't go to school. هنا جبنا go في المصدر لان احنا قلنا doesn't للنفي، ف doesn't بيجي بعد منها الفيرب في المصدر زي ما قلنا من شويه. طب لو مع I و we و you و they بنحط don't للنفي برضو، فبنقول مثلا you don't help me، انت ما بتساعدنيش. دي طبعا quick revision على المضارع البسيط. لو عايزين ترجعوا للشرح بتاعها اكتر هتلاقوه موجود في منهج سنة تالتة شرحينه بالتفصيل. واخر حاجة لما بنيجي نعمل question في دمن المضارع البسيط او ال present simple بنجيب does في حالة he و she و it، بنجيب does في اول الجملة، وفي حالة I و we و you و they بنجيب do. فمثلا لو عندنا الضمير او السبجكت هي او شي او ات، بنجيب does في اول الجملة ونقول does هي او شي او ات، وبعدين نكمل السؤال عادي. فمثلا لو عايز اقول لك هل هو بيلعب تمارين رياضية، فبقول لك does he do exercises. وطبعا ما ننساش ان does لما بتيجي في اول الجملة او do بيجي بعد كده الفيرب في المصدر، فاحنا قلنا هنا do، يبقى does he do exercises، هل هو بيلعب تمرينات. فطبعا هنا دي معناها هل، الإجابة بتاعت السؤال ده بتكون yes or no. لو هو yes، لو هو بيلعب فبقول لك yes he does، لو هو ما بيلعبش بقول لك no he doesn't. أما في حالة I و we و you و they بنقول do في أول الجملة أجيب بعد كده السبجكت، فبقول لك مثلا do you buy a present، هل أنت بتشتري هدية؟ Do you buy a present؟ وجبنا هنا buy في المصدر زي ما قلنا، زي ما هي من غير أي إضافات، لأن do أو does لما بيجوا في أول الجملة بيجي بعد منهم الverb في المصدر. فلو أنت بتشتري هدية فهتقولي yes I do، لو أنت ما بتشتريش هتقولي no I don't. المرة الجاية إن شاء الله هنكمل وهناخد مراجعة سريعة على الجرامر اللي أخدناه قبل كده علشان ما ننساش اي حاجة، لان ده مهم جدا معانا السنة دي. وهنكمل كمان في شرح المنهج الجديد. زي ما قلنا هنبتدي النهاردة نشرح Lesson 3 Health Problems. Health Problems او المشاكل الصحية. عندنا اول حاجة الكلمات الهامة، فاول حاجة Play Football، Play Football يلعب كرة القدم، Play Basketball، Play Basketball يلعب كرة السلة، drink water، drink water يشرب مياه، exercise، exercise يتمرن، healthy، healthy صحي، eat vegetables، eat vegetables يأكل خضروات، unhealthy، unhealthy غير صحي. بقى دي العادات اللي خدناها فوق، دي العادات الصحية. الحاجات بقى الغير صحية أو الـ unhealthy، drink cola يشرب الكولا، drink cola، eat candy، eat candy يأكل الحلوى، play video games، play video games يلعب ألعاب الفيديو. الـ health problems أو المشكلات الصحية زي burn حرق، لو لا قدر الله حد إيده اتحرقت مثلا ده اسمه burn يعني حرق، cough يعني يكح، كوف يعني يكح. في عندنا كمان sprain يعني يصاب بالتواء، لو مثلا رجله اتلوت ولا حاجة ده اسمه sprain يصاب بالتواء، gloves قفازات، first aid kit أدوات الإسعافات الأولية، اللي هي الشنطة اللي فيها أدوات الإسعافات الأولية دي اسمها First Aid Kit. Scrap خدش أو خربوش، لما حد بيحصل له خدش في جلده أو يتخربش ده اسمه Scrap خدش أو خربوش.
بانديد 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 لزقة للجروح اللي هي دي بانديد. نوز بليد نوز بليد نزيف من الأنف اللي هو لو لا قدر الله حد أنفه نزل الدم ده اسمه نوز بليد نوز بليد نوز بليد نزيف من الأنف. pinch nose pinch nose pinch nose يعني يضغط على الأنف لما عشان يوقفوا بقى النزيف ده بيعملوا كده pinch nose pinch nose يضغط على الأنف. في عندنا verbs مهم جدا لازم نعرفها زي hurt 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 يعني يؤذي أو يؤلم. hold 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 يعني يثبت يبقي في وضع ما. twist 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 يعني يلف. cut 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 يعني يجرح. put on put on put on يعني يرتدي يضع. hit 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 يعني يضرب. redo 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 يعني يعيد عمل يجدد. press 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 يعني يضغط. وفي عندنا كمان other words أو كلمات أخرى زي scientist 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 يعني عالم. burger 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 يعني ساندويتش برجر. back 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 يعني ظهر. joints 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 يعني مفاصل. والdefinitions أو التعريفات اللي عندنا طبعا اللي هي السبرين اللي هي السبرين سبرين يعني يصاب بالتواء سبرين اللي هو to twist one of the body joints ان انت تلوي او تلف مفصل من مفاصل الجسم to twist one of the body joints. عندنا كمان grammar في الجزء ده. اول حاجة بنستخدم and بمعنى و لربط بين جملتين اسميتين او صفتين. فand دايما بيكون الجملتين دول فيهم نفس الفكرة او نفس المعنى. I play tennis and basketball يبقى انا بلعب التنس and و الباسكتبول انا بلعب اللعبتين او رياضتين دول. I like fruit and vegetables انا بحب الفروتس وكمان الفيجيتابلز. لكن بنستخدم but او لكن يعني للربط بين جملتين او صفتين بينهما تناقض بينهم تناقض الجملة مثبتة وجملة منفية او مثلا في جملة فيهم فيها اثبات والجملة التانية عكسها فيها نفي. فمثلا زي ما اجي اقولك I don't eat candy انا باكلش الحلوى but I like fruit لكن انا بحب الفاكهة. I don't eat candy but I like fruit. وممكن كمان اقولك The desert الصحراء is very interesting هي شيقة جدا but it is very hot لكن هي حر جدا. هنا الجملتين في بينهم تناقض هي شيقة جدا انا بحبها بس very hot هنا انا بخايف منها او ما بحبهاش لانها حر جدا. The desert is very interesting but it's very hot. فعرفنا ازاي بنستخدم and و but للربط بين جملتين او صفتين. كمان بنتعلم هنا الهيلثي هابتس او العادات الصحية والانهيلثي هابتس او العادات غير الصحية. الهيلثي هابتس they drink water drink water او نحن نشرب مية. eat fruit eat fruit نحن نأكل فواكه. play football and tennis play football and tennis نحن نلعب كرة القدم والتنس. الانهيلثي هابتس الانهيلثي هابتس او العادات غير الصحية زي drink cola eat candy play video games. بنتعلم كمان ازاي بنتعامل مع الهيلث بروبلمز او المشاكل الصحية زي مثلا لما حد يبقى عنده حرق في ايده you have a burn on your hand انت عندك حرق في ايدك you have a burn on your hand. فبيقولك في الحالة دي لا قدر الله تعمل ايه Hold the hand under cold water for 10 minutes. حط ايدك ثبتها تحت المية الساقعة تحت الماء البارد لمدة 10 دقايق. Hold the hand under cold water for 10 minutes.
You have a burn on your hand. Hold the hand under cold water for 10 minutes. في الحالة التانية لو حد بيكح بنعمل ايه؟ Your cousin بنت عمك cannot breathe مش قادرة تتنفس. She is coughing هي بتكح. Your cousin cannot breathe, she is coughing. فانت بتقول لها بتقول بتعمل ايه في الحالة دي؟ Hit her on the back اضربها على ظهرها with your hand open وبإيدك وهي مفتوحة. Hit her on the back with your hand open بتخبطها على ظهرها بالراحة كده بإيدك وهي مفتوحة. يبقى Your cousin cannot breathe, she is coughing. Hit her on the back with your hand open. طب في الحالة التالتة بيقولك Your brother sprained his food. أخوك لوى رجله. رجل أخوك أصيبت بالتواء. Your brother sprained his food. أخوك حصل له التواء في رجله أو في قدمه. Press a bag of ice on his food. ضع كيس من التلج واضغطه على قدمه. Press a bag of ice on his foot. ضع كيس من التلج واضغط عليه على قدمه. يبقى your brother sprained his food. Press a bag of ice on his food. طب الحالة اللي بعد كده بيقول لك someone falls over and cut their leg. واحد وقع، شخص وقع وحصل له خدش في رجله. Someone falls over and cuts their leg. فبتقول له ايه في الحالة دي؟ بتقول له wash the scrap، اغسل الجرح، اغسل الخدش، اغسل الخدش with water and soap، بالماء والصابون. Wash the scrap with water and soap. يبقى someone falls over and cut their leg. Wash the scrap with water and soap. ممكن كمان تقول له بعد كده put on a band-aid. Put on a band-aid، حط اللزقة بتاعت الجروح على الجرح او على السكراب اللي حصل لك في رجلك. Put on a band-aid. Put on a band-aid، ضع لزقة بتاعت الجروح. طب اخر حاجة someone has a nose bleed. واحد عنده نزيف في انفه. Someone has a nose bleed. فانت بتقول له ايه؟ pinch their nose، اضغط على انفه. pinch their nose، اضغط على انفه. وبعدين ask them to breathe through their mouth، اطلب منه ان هو يتنفس من خلال فمه. ask them to breathe through their mouth. يبقى مرة تانية someone has a nose bleed، pinch their nose، ask them to breathe through their mouth. طبعا عندنا نص استماع المفروض نسمعه في الكلاس روم ومفروض كمان نقوله بعد كده، بس احنا النهاردة هنقوله مع بعض ونشوف هو بيقول ايه، وبعدين انت تعرف تحل الاسئلة اللي بعد كده. ادم ودارين وجودي. ادم ودارين وجودي. ادم بيقول I play basketball and I play football in the park. انا بلعب الباسكتبول كرة السلة والفوتبول كرة القدم في المتنزه. دارين بتقول I love burgers، انا بحب السندوتشات البرجر. But I only eat one a week، لكن انا باكلها مرة واحدة في الاسبوع. I never drink cola، انا ما بشربش كولا ابدا. But I want to drink more water، لكن انا بأريد ان انا اشرب مياه اكتر. اخر حاجة جودي بتقول لنا I don't eat candy، انا ما باكلش الكاندي. But I like fruit، لكن انا بحب الفروت. Dad is a scientist، بابا هو عالم. And he likes looking at animals، هو بيحب يشوف الحيوانات. And plants والنباتات. The desert is very interesting place، الصحراء هي مكان شيق جدا. But it's very hot sometimes، لكن هي حر جدا في بعض الأحيان.
طبعا عندنا هنا 3 بيكتشرز او 3 صور، المفروض ان احنا نسمع النص ده وبعدين نحط الاسم بتاع كل واحد تحت الصورة المناسبة. ده طبعا الهوم وورك بتاعكو، اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم من درس النهاردة. لو اعجبك الدرس اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. الاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، انا سايب لكم اللينكس بتاعتنا في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.